السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنكمل شرح برنامج ان وورد. خدنا المره اللي فاتت في تبويب هوم جروب فونز وجروب باراجراف. النهارده هناخد تبويب ستايل. ستايل معناه ايه؟ انماط او تنسيقات جاهزه. يعني ايه تنسيقات جاهزه؟ احنا المره اللي فاتت خدنا ان انا لما بقعد اكتب نص واحدده اقدر اغير التنسيق بتاعه. لا، هو المره دي عاملي تنسيق جاهز واقدر انا اختار التنسيق اللي انا عايزه. طيب نعمل نص افتراضي. مثلا هحدد الفقره دي وهاجي من قائمه ستايل ومن عند سهم مور هختار اي تنسيق انا عايزاه. مثلا نختار التنسيق ده. طبعا لو انتم شايفين ان اكيد تنسيق الفقرة دي غير تنسيق الفقرة دي، هو ده اللي بيعمله جروب ستايل، ان هو بيعمل لي تنسيق معين جاهز على طول بدل ما اقعد اغير اللون والخط والحجم وبولد او لا، هو بيعمله لي ايه على طول. طيب هل في اوبشن مثلا ان انا اعمل ستايل معين؟ اه طبعا. نيجي نعمل هنا مثلا نكتب مدرسة الفاروق وحددها، اكبر اجيبها في النص، نخلي لونها مثلا اللون ده، نغير الفونت. تمام، انا كده محدداه. هاجي من قائمة مور اللي في جروب ستايل واقول له ايه؟ save selection as a new quick style. يعني ايه؟ يعني اعمل لي التنسيق اللي انا عاملاه على النص اللي انا محدداه ستايل جديد. هروح دايسه عليها، هيقول لي تمام انت عايزه تسميه بايه؟ هقول له مدرسه الفاروق واقول له اوكي. تمام، نيجي نكتب، نيجي مثلا نجرب على الفقرة دي، السطر ده، اختار تنسيق مدرسة الفاروق اللي انا كنت محدداه وعاملاه ستايل، غيرهولي. طبعا في فرق بين الكتابة عربي والكتابة انجليش بين اي خط. لو جينا جربنا مثلا اهي كتابة عادية حددتها، عملت الستايل بتاعي، ظهر لي الستايل اللي انا حددته. يبقى انا كده في جروب ستايل عندي حاجتين، اول حاجه يا اما تنسيقات جاهزه اقدر ان انا احددها، يا اما ان انا بعمل ستايل معين انا عاجبني تنسيق معين فانا هعمل الستايل ده. تمام، عندي تاني حاجة، تاني جروب عندي اسمه editing. يعني ايه؟ يعني التعديل. تمام، عندي هاخد منه اول حاجة اسمها select. نبدأ بقى كده. select يعني ايه؟ يعني تحديد. طيب انا لما ادوس على select all معنى كده ان هو حدد لي كل حاجة موجودة عندي على الملف اللي انا فتحاه في برنامج الوورد. اه طبعا. control ايه؟ طيب عندي تاني حاجة، نكتب مثلا كذا كلمة هنحتاجها. عندي تاني حاجة find. امر find ده بيعمل ايه؟ هاخد منه حاجتين. اول حاجة هو بيوصلني النص معين، انا مثلا كاتبة كلام كتير عندي وعايزة كلمة معينة ابحث عنها، فانا هاجي من عند فايند، فتح لي هنا مربع حواري واكتب مثلا كلمة تشينج، نشوف كده قدامنا وظهر ايه. عمل لي مارك على كل كلمة تشينج موجودة عندي في الصفحات اللي انا فتحاها. يبقى انا عندي فايند عندي منها اول امر بيوصلني لكلمة محددة. طيب تاني امر فيها جوتو بيعمل ايه؟ بيوصلني لبيج معينة. طيب نعمل كذا بيج عندي،
عندي هنا في البيج رقم 7 كلمة مصر، ونيجي من فايند جو تو وهقول له رقم 7 وداني على طول للبيج رقم 7. يبقى انا عندي كده في امر فايند حاجتين، اول حاجة ان انا اوصل لكلمة معينة، تاني حاجة ان انا اوصل لصفحة معينة. طيب اخر امر عندي في الجروب ده، عندي تالت امر في الجروب ده ريبليس. يعني ايه ريبليس؟ يعني يغير. هضغط عليها واقول له ان انا عايز اغير بدل كلمة تو هنخليها اون، واقول له ريبليس. هو هيقول لي ان هو كده هيغير 3. اوكي فعلا غير لي بدل تو بقت اون. طيب عن خدنا جروب كليب بورد، وقلنا ان انا بعمل فيه امر بيست وامر كوبي وكت وفورمات بنتر، ان انا بنقل التنسيق بتاعي. خدنا جروب فونت، تنسيقات الخط بتاعتي سواء اي حاجة فيها، وباراجراف وستايل واديتنج. طيب نخش بعد كده على تبويب انسيرت. طبعا تبويب انسيرت زي ما قلنا في اول فيديو ان كل تبويب هيبقى جواه مجموعة من الجروبات. هناخد النهاردة اول جروب في تبويب انسيرت، جروب بيجز. بيج يعني ايه؟ يعني صفحة. طيب عندي فيها ثلاث اوامر جوه. اول حاجة كوفر بيج. يعني ايه كوفر بيج؟ يعني اي حد مثلا بيعمل بحث بيكون لي كوفر. يعني ايه كوفر؟ يعني غلاف للبحث بتاعي. هلاقي عندي اكتر من ستايل الكوفر عندي. اول ما اختار اي كوفر عندي هينزل دايركت عندي على طول للصفحة الاولى. ليه للصفحة الاولى؟ لان طبيعي ان الغلاف عندي يكون في الصفحة الاولى. نرجع كده كنترول زد، انا كانت عندي دي الصفحة الاولى. لما اخترت الكفر عملها لي دايركت الصفحة الاولى. طبعا بيبقى عامل لي فيها نصوص افتراضية. انا مثلا ممكن اقدر اغير ده واكتب مثلا هنا عنوان البحث واقدر انسقها طبعا من جروب هوم، طبعا من تبويب هوم جروب فونت اعمل لها لون، احط لها اندرلاين. طبعا هنا مثلا هقول البحث عن الحاسب الالي في حياتنا. اقدر طبعا يعني اظبطها زي ما انا عايزة واغير اللون والعب في الاعدادات بتاعتي. طبعا واقدر اغير الفونت بتاعي. تمام. بعد ما عملت الكوفر ده قلت لا انا مش عايزاه، عايزة كوفر تاني. هروح لكوفر بيج واختار كوفر تاني واروح دايسة كليك غيره لي. طيب لو انا مثلا قلت لا انا مش عايزة الكوفر ده، انا هعمل كوفر تاني بتنسيق معين انا عايزاه وعايزة الغيه، اعمل ايه؟ من المؤشر ده واختار امر اسمه remove current cover page. يعني اقول له الغي cover page الموجودة عندي دلوقتي. تمام. عندي تاني امر blank page. يعني ايه blank page؟ يعني صفحة جديدة. انا مثلا جيت عند الصفحة دي اخرها وعايزة الصفحة بين الصفحة الاولى والتانية، هقف عند اخرها واروح دايسة كليكة. بصغر كده عمل لي فعلا صفحة تانية. طيب مثلا يبقى انا البلانك بيج دي بعمل صفحة جديدة. ناخد ده كوبي نعملها تاني. جيت عند الصفحة دي وعايز اعمل صفحة في النص بين صفحة رقم 3 وصفحة رقم 4، هضغط كليكة عمل لي فعلا صفحة. طيب لو انا مثلا عايزة الغي الصفحة دي، لا انا بعد ما عملتها لا انا عايزة الغيها، من زرار باك سبيس هروح دايسة هيلغيها لي. طبعا ده موجود عندي في الكيبورد. طيب عندي بعد كده تالت امر عندي اسمه بيج بريك. يعني ايه؟ يعني بعمل فواصل عندي.
يعني بعمل فاصل بين الصفحات عندي. انا مثلا عايزه لحد هنا، هقف بالمؤشر بتاعي، وعايزه الباقي في مثلا بيج تانية، وهقول بريك بيج بريك، نقلهم لي على طول البيج اللي بعديها. طيب هل في اختصار عندي من الكيبورد؟ اه، هنيجي نجرب مع بعض، كنترول انتر، نقلهم لي البنش اللي بعديها. طيب انا كده خلصت تبويب هوم، وخدنا اول جروب من تبويب انسيرت. عايزين نطبق مع بعض اول باول يا شباب، واي حد جرب اي حاجه، واي حد طبق اي سؤال ومش عارفه، يكتبهم لنا كومنت في البنش بتاع المدرسه.